السلام عليكم. موقع اسمه بيكا دوت ارت، بتدي له صورة ثابتة وهو يعمل لك الحركة. يعني ممكن تدي صورة قطر ثابت وتلاقي القطر بيتحرك والخلفية ثابتة بشكل روعة، يعني شكل احترافي. طيب بنقول له جوين بيتا. جوين بيتا بيعمل لي ايه؟ بيفتح لي صفحة على الديسكورد. الديسكورد ده موقع عادي خالص زي الفيسبوك وتويتر وهو، بس بيخليك تبرمج جواه. طيب خلينا نيجي هنا ونقول له، فاكرين الميد جورني كنا بنقول له ايماجين، هنا بقى هنقول له ايه؟ كرييت. في انيميت، في كذا حاجه، بس خلينا نقول له كرييت. وهبدا اديله وصف للصوره عشان يعرف هيتعامل معاها ازاي. فاديته وصف للصوره واقول له بقى تاب، لان انا عايز اديله بقى الصوره. هقول له ايه؟ ايمج. فبيقول لي ارفع لي الصوره اللي انت عايزها. وممكن تجيب له صوره من على النت، يعني ممكن اي صوره من على النت، من موقع مثلا ليوناردو او بلاي جراوند او ميديورنا او اي موقع من المواقع اللي هي بتعمل الصور، اديها له. او ممكن صورتك الشخصيه، صوره حقيقيه، تمام. وادي له بقى الصوره تكون جديده جي بي جي، تمام، على اساس نتاكد انها ثابته ما فيهاش اي حركه. ونقول له اوكي وندوس انتر. خلاص كده هو معاه الوصف بتاع الصورة ومعاه الصورة، وممكن تعمل كذا صورة على ما هو يخلص، تمام. طب تعالى كده نشوف. هو عمل دراسة للصورة وللجسم ولحركة فين الفم وفين العين وفين كذا، ولما يتكلم هيتحرك ازاي، فعمل لها حركة، تمام. طيب عندنا صورة مثلا لواحد عربي، فممكن اجي هنا واقول له انا عايز كرييت. عربي من وادي ستاب، وابدا بقى اديله الصورة. هاخد مثلا الصورة ديت وادوس انتر، ومش لازم استناه لحد ما يخلص، يعني ممكن اديته الاوردر على ما يعمله تخش انت تعمل حاجة تانية، تمام. هقول له كرييت، وساعات هو بيحط موسيقى، يعني ساعات هو من نفسه كده يقول لك انا محتاج موسيقى دراجون. تمام، ممكن بقى تديله انا عايز الدراجون ده بيرقص، عايزه كذا، اديله الوصف اللي انت عايزه. ايمج، ونرفع الملف اللي احنا عايزينه بالشكل دوت، واقول له اوبن، ونديله انتر. وانت بيظهر قدامك نتائج الناس، ونفس الفكرة نتائجك برضو بتظهر قدام الناس. او تعالى نشوف الصورة ديت، وتقدر تعملها داونلود لو انت حابب. تقدر تقول له اه دي اللي انا عايزها، او تقول له لا مش هي دي، انا عايز اعمل لي اعملها مرة تانية. بص هو بدأ يحرك الفم، بس مش هي دي الحركة اللي انا عايزها. اقول له اعملها لي تاني، مش هيقول لا. ممكن مثلا نروح للميد جورني واختار اي صورة واقول له سيف. وممكن بقى ايه بعد ما نسيف الصورة نرفع له الصورة ديت مع وصف مثلا لحاجة معينة فيها ان هو يحركها. طيب نرجع بقى. بدأ يعمل حركة في العينين، في الراس، الحركة اختلفت شوية، تمام. انت ممكن تقول له نوع الحركة اللي انت عايزها، يعني قول له حرك الشخص ده بشكل معين، او حرك اعمل التعديل الفلاني اللي انا عايزه. الدراجون اللي احنا اديناه له، عمل فيها حركة. وممكن تقول له زود لي الحركة، اعمل حركة قوية عنيفة، يعني تقدر تديله برومت مختلف لو انت عايز. طيب هقول له
وهقول له خد الصورة ديت وابدأ ادرسها واعمل لي حركة للجنب. هو برنامج جميل وتقدر تجرب أكتر من مرة، مجاني لغاية دلوقتي، متعرفش من أي فلوس خالص، ولا شفت بيعرض إن هو يعمل لك صورة بجودة أعلى بفلوس. مش عارفين في المسابقة اللي بعمل ازاي، فحاولوا تجربوه في أقرب فرصة. تمام، شوف الراجل حط صورة وبعد كده ما عملتوش صورة، فراح حطيت له برومت أكتر، خلاه يتكلم ذا جيرل سبيك فاست، خلاه يتكلم بسرعة، وكل يعني عمل أول مرة ما عجبتوش، راح قال له اعمل لي تاني، طب عدلها لي، طب اديني نتيجة أفضل، وهكذا. فلو أنت جربت في مرة والنتيجة ما عجبتكش في أي حاجة، جرب تاني وتالت ورابع، و و الكمبيوتر مش هيسأل، مش هيجيب لك رسالة يقول لك كفاية كده أنا عايز أنام، لا هو معاك على الآخر. تمام، تقدر تعمل داونلود للحاجة، أهو بص الجمل اتحرك إزاي، شفت؟ عمل دراسة لكل حاجة وراح مخلي لك الجمل اتحرك. تعمل إيه بقى؟ خليه مثلا يتحرك أكتر، خلي الهرم ده بقى يطير، وهكذا يعني. فأتمنى الموقع يعجبكم إن شاء الله.